منك. عندك كام سنة؟ 6. شفت اللعبة دي فين واتمرنتيها ازاي؟ شفتها على النت، لقيتها حلوة، قلت لبابا هي دي اسمها لعبة ايه؟ قال لي جمباز ايقاعي. قلت له ممكن اتمرنها، قال لي ماشي. انت بقالك قد ايه بتتمرني؟ سنتين، سنة ونص. انت بتتمرني ازاي والكابتن بيقولك يعني تعملي ايه؟ بسخن الأول، بعد كده بعمل الجمباز. ومين بيشجعك بقى في البيت؟ بابا بيشجعك ازاي وماما بتشجعك ازاي؟ انا الاول بكون مشجع لك، بابا بقى بيقول لي حاجات اتشجع اكتر. لما انت شاركتي في كذا مسابقة بتتمرني ازاي بقى والتدريبات الكابتن بيقول لك ايه قبل ما انت بتتمرني؟ بيقول لي اعملي قبة مثلا. لا يا مكة، هي يعني بيقولوا الكابتن بتيجي تشجعني، بتقول لي انا واثقه فيكي واعتبري لنفسك في حفله. يعني خلاص قولي بقى كده. اسألها سؤال تاني عشان الكابتن بيشجعك ازاي طيب؟ الكابتن بتقول لي اعتبري نفسك في حفله وما تخافيش عشان تعملي يعني الحركات بتاعتك كويس وكده، صح؟ انت شجعني. خدتي بطولات، صح؟ كنت بتطلعي بقى كمان يعني بتطلعي مركز حلو وصحابك برضو بيبقوا معاكي، والحركات اللي انت بتعمليها بتبقى في حركات انت بتعمليها لوحدك وحركات صحابك بيعملوها معاكي، صح؟ انت شايفة ان الحركات اللي بتعمليها لوحدك بتبقى احسن ولا وصحابك معاكي؟ وصحابي معايا اشمعنى بقى؟ عشان اللعبة أصلا تبني، عشان اللعبة أصلا تبني، إن أنت المفروض بتلعبي أنت وأصحابك مع بعض، هو دوت الإيقاع. هو دوت الإيقاع. أنت واخدة كام ميدالية بقى؟ 4. كلهم ذهبيين ولا إيه بالظبط؟ كلهم ذهبيين. واخدة كام شهادة؟ 4. الكابتن بقى لما شافك إن أنت خدت شهادات وكده قالك إيه؟ قال لك شاطرة واستمر ان انت تلعبي كويس وكده. وبابا قال لك ايه؟ بابا قال لي شطور، وايه تاني؟ فخور بيك. انت بقى نفسك ان انت تكبري كده وتبقي زي الناس اللي انت بتشوفهم اللي هما بيلعبوا كويس. انت بتحبي مين طيب؟ حبيبة منصور. حبيبة منصور نفسك تبقي زيها؟